بناضل بتعلم. لو سمحت مكتب نقيب وائل نصر الله فين؟ التاني باب حضرتك على اليمين. شكرا. ادخل. صباح الخير. كلمتك كتير بس ما بتردش عليا. متأسف بس كنت مشغول شوية. هو انت حصل لك كده بسببي؟ ما تديش لنفسك أهمية أكبر من حجمك. أنا الحمد لله ما حصلش حاجة وحشة يعني. ثم أنا كنت كده كده عايز أتنقل. خير؟ أنا آسفة. بجد. آسفة بجد؟ طب أنا بستأذنك بس لأني عندي شغل كتير جدا زي ما أنت شايفة. أرجوك عشان خاطري اقبل اعتذاري. طيب لو ده هيخليك تسيبيني في حالي فانا قابل اعتذارك. كويس كده؟ وائل مش عايز اخسرك. الدرجات دي مش لاقيه مصادر؟ مش لاقيه مصادر يا لئيمه. مش مهم ولا تشغلي بالك. انت مزه اموره اي حركتين ثلاثه اغراء من بتوعك دول هتلاقي هطل كتير جدا غيري. وبعدين احنا هنا عمري ما هقدر افيدك في حاجه. إن أنا متحقق في أواضي هايفة وتافهة عمرها ما تكون من مقامك ولا تقدري تحققي فيها ولا تكتبي عنها. أنا غلطانة بس والله العظيم زياد اللي قال لي لو ما كتبتش اسمك على الموضوع هتزعل. أنت عايزة مني إيه؟ أنا غلطان. أنا غلطان فعلا. أنا اللي المفروض أعتذر لك مش أنتِ. انت في الاول وفي الاخر صحفيه لازم تجيب اخبار جديده فبركات صحفيه خبطات حتى لو كان تمن ده انك تيجي على انسان ملوش اي ذنب غير انه كان عقبه في طريق الحقيقه. حلو كده؟ حلو صح؟ انت ممكن دلوقتي تقومي تروحي بيتكم تاخدي شاور جميل تنامي وتستريحي من غير ما تحسي باي تأديب للضمير. بص انا استعجلت وما فكرتش ونشرت اسمك على الموضوع مع ان انت قايل لي ما انشرش حاجه عن الموضوع اصلا. بس انا مستعد اعمل اي حاجه عشان اصلح الغلطه دي. انا مقدر مجهودك لحد هنا وتعبك معايا رغم ان زي ما قلت لك من شويه عمري ما هقدر افيدك من مكاني ده. اي صول او امين شرطه يجيب لك اخبار اكتر مني 100 مره. انا بقى اذا كنت فعلا جاي هنا عشان تعتذري لي فنفترض جدلا اني قبلت اعتذارك. ده يفيد في ايه؟ ها؟ ولا حاجة ولا أي حاجة. عشان كده أنا بترجاكي لو فعلا خايفة عليا ومش عايزة تأذيني أو تضريني تاني ولا عايزة تتصلي بيا ولا تجيلي ولا أقابلك صدفة حتى لأن مجرد بس ما أفتكرك بتضايق. اتفضلي. الو ازيك؟ الحمد لله كويسه. انت فين مختفي بقالك يومين؟ معلش اصلني رايح البلد بكره ربنا يستر. افندم قصدي ربنا يسهل يعني اصلي كنت محتاجك كده يعني علشان هفتح امي في الموضوع. اه وانت طبعا خايف تفتحها علشان هي مسيطره عليك وانت مستحيل تخرج عن طوعها وهي احتمال كبير جدا ما توافقش صح؟ فانت عاوز مني ايه بقى دلوقتي؟ يعني كنت عايزك تسنديني كده او تزجيني زجه يعني. ازقك عشان تحسم موضوع انت متردد فيه؟ متردد؟ انا متردد؟ لا 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 مين اللي قال كده؟ انا عارف انا عايز ايه كويس. انا دي حاجه للاسف انا اصلا مش عايزاها علشان اشجعك تعملها ولو عاوزاها برضو مش هشجعك. ده انت اللي المفروض تلف وتدور حوالين نفسك عشان بس تقرب منها. انا عارف بس يعني الظروف المحيطه حوالين الموضوع يعني مصعباها شويه. بقول لك يا رفيق انا لازم اقفل دلوقتي. سلام. ليه كده؟ استغفر الله العظيم.
صباح الخير. صباح النور. انا مش عايزه ازعجك بس شايفاك بقالك يومين قاعد متضايق. بصراحه انا مش عارفه ليه. انا كويس الحمد لله. طب هو انا عملت اي حاجه ضايقتك؟ اشمعنى انت يعني؟ لا ابدا بطمن، ممكن اكون عملت اي حاجه ضايقتك وانا مش واخده بالي. لا اطمني. طب هو في اي حاجه ممكن اعملها ممكن تخليك مش قاعد متضايق كده؟ مدام حلا انت اول ما جيتي قلتي انك مش عايزه تزعجيني صح؟ ايوه. طيب. طب بعد اذنك. اتفضلي. شكري. يا شكري. ايوه سعد. عم ابراهيم فين؟ موجود في العربيه سعد. طب اندهولي. حاضر حالا. عم ابراهيم. عم ابراهيم. اهلا. ايه مالك في ايه؟ اتفضل. ميرسي. حبيبتي انا اخته اه بس اللي اعرفه عنه مش كتير، مش اكتر من اللي ببقى عارفاه عن اي حد من زمايلي في الجامعه. انا قلت لك احنا ما تربناش مع بعض وعلاقتنا تقريبا بدات من شهور مش اكتر، بس اللي اقدر اكده لك بقى ان هو شخصيه طيبه جدا واكيد ما يقصدش اي حاجه وحشه. طب هو ليه بيكلمني كده؟ انا فاكره ان هو قال لك حاجه عني. حبيبتي في فرق كبير بين اللي اتولد كفيف وبين اللي فقد بصره في حادثه. اكيد بتجيله اوقات بيحس انه مخنوق ومش طايق حد حواليه. في الحاله دي احنا لازم نسيبه لوحده لغايه لما الحاله دي تروح لوحدها خالص ويرجع لطبيعته تاني، وساعتها بص تلاقيه جاي يهزر ويتكلم معاكي عادي. يا رب يكون عندك حق. والله انا كمان بتمنى ان يكون ده السبب الحقيقي اللي بيخليك كئيب بالمنظر ده. ساعات بشك انه ممكن يكون اتعرض لمشكله او حادثه غير اللي انا عارفاه، بس بخاف اساله. بس انتي اخته. من شهور بس، قبل كده كنا اغراب. اشمعنى الصورة دي بالذات اللي بتحبها قوي؟ عشان الصورة دي مش مصنوعة، اللي صورها صورها كده وخلاص من غير رتوش، مع اننا يوميها بالذات كنا رايحين مرسومين قوي. وده معناه ايه؟ معناه ان الصورة دي حقيقية، هي دي حقيقة الحياة، معيوبة فيها مشاكل ما بتبقاش بتبرق، عشان كده الصورة دي بالذات بتفكرني بيهم اكتر من اي صورة تانية. سألت نفسك قبل كده ممكن يبقى رأيهم ايه في اللي انت بتعمله؟ لا، عشان رأيهم في اللي انا بعمله مش مهم، المهم رأيي انا. Thank you.
هتعمل ايه بقى باللي انت عرفته؟ هخلي طارق يعرفه هو كمان بس من غير ما اقوله. تحسسه يعني ان هو عرف لوحده؟ ايوه، وبالطريقه دي هيبقى واثق من كل المعلومات. طب وانت؟ عادي، هعمل اللي بعمله كل مره، هصبر، هستنى لحد ما اللي في دماغي يحصل.